هذه القمة في هذا التوقيت لها أيضا أهداف، هذه الأهداف تم الإعلان عنها بشكل واضح على أنها من أجل التعاون المشترك والتنمية المستدامة بين الجانبين. أيضا هناك التعددية كما قيل، التعددية بين الاتحاد الأوروبي من ناحية والجامعة الدول العربية من ناحية أخرى، وكيفية أن يتعاون هذين هاتان المؤسستان مع الأمم المتحدة ومع باقي المؤسسات الدولية إذن في إطار تعددية واضحة واضحة المعالم بتحقق الأمن والسلام والتنمية لشعوب المنطقة. أيضا كانت قضية الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش، وأيضا عدم السماح بتفريغ تنظيمات جديدة من رحم تنظيم داعش، خاصة أن العائدون من مناطق النزاع، هذا هو التصريح الذي دائما ما تتحدث عنه الإدارة المصرية بأنه العائدون من مناطق النزاع هم أخطر ما يتواجد في المشهد الآن، ولدينا أكثر من 700 أو 800 مقاتل إرهابي انتحاري أوروبي يحملون الجنسيات الأوروبية متواجدين في الأراضي السورية، وبيتم الابتزاز بين الأطراف المتصارعة داخل سوريا على من يكون من حظه أن ينال هؤلاء ليبدأ في ابتزاز الآخرين وفي تهديد السلم العالمي. في النهاية أعتقد أنه ما يجري في سوريا سيكون حاضر في المشهد، كيفية الوصول إلى حلحلة نهائية وسلمية وسياسية للأزمة السورية. وأيضا أجد أنه الملف الليبي وليبيا دائما في قلب المنتديات والاجتماعات خلال الفترة الماضية، لأنه مصر بتستشعر الخطر، كل الخطر من تمدد العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية، من عدم الوصول إلى حل سياسي حتى الآن، من عدم تفهم المجتمع الدولي لضرورة تسليح الجيش الليبي وإعادة بنائه كما وفق وجهة النظر المصرية، عدم السماح لهذا التنافس المرير بين باريس وبين روما حول الكعكة الإيطالية. مصر بتبحث عن استقرار ليبيا، مصر بتبحث عن تحقيق الأمن والسلام في ليبيا، لأنه ليبيا هي الدائرة الأولى في دوائر الأمن القومي المصري، لذلك مصر بتنظر إليها على أنها قضية أمن قومي مصري في المقام الأول. ربما علاقة مصر الجيدة مع باريس، علاقة مصر الجيدة مع روما، سوف تدفع مصر إلى الجلوس لوضع أطر لحل هذه الأزمة على أسس منضبطة بتحقق في النهاية السلام للشعب الليبي، وتحقق أيضا الأمن للدول الجارة سواء في مصر هنا أو في الجنوب في مالي أو في تونس أو في الجزائر، لأنه السلاح المتوافر موجود في ليبيا بلا ضابط أو رابط، الميليشيات المتواجدة أكثر من 5 أو 6 ميليشيات إرهابية مرتبطة بالقاعدة، مرتبطة بداعش، مرتبطة بالإخوان الإرهابيين، أكثر من فصيل داخل الأراضي الليبية. إذن يعني مصر بتخشى أن يكون أيضا ليبيا هي المأوى للعائدين من مناطق النزاع، لأنه في حالة وجود رخاوة في الدولة وحالة وجود دولة ربما يكون على أبواب لا سمح الله فشل سياسي، فبالتالي الأزمة بتتفاقم وبتصل إلى نقاط يعني لا يجب أن يتم الوصول إليها. أيضا هناك القضايا، قضايا الهجرة، ومصر لديها تجربة في هذا، ترفض يعني أوروبا أن تتخلى عن مصر بشكل واضح جدا خلال الفترة الحالية والماضية، نظرا لهذه النجاحات المتعددة التي يعني حققتها الإدارة المصرية والقوات الأمن المصرية في منع تسلل اللاجئين عبر المتوسط خلال عامين ونصف تقريبا، لم يصل مهاجر واحد عبر الأراضي المصرية إلى القارة الأوروبية. ربما موضوع الهجرة بيمثل هاجس كبير لدى القارة الأوروبية والزعماء الأوروبيين، حيث أن الهجرة وملف الهجرة ربما زلزل كيان حكومات داخل أوروبا، أيضا ربما هدد حكومات بالسقوط، والمشاكل التي تواجهها المستشارة الألمانية ميركل ما هي إلا جزء من نتائج هذه الموجات المتتالية من الهجرة وهجرة السوريين إلى أوروبا. نفتح الأبواب أم نغلق الأبواب، ما بين مؤيد ما بين معارض، ما بين منظمات حقوق إنسان، ما بين داعمين للهجرة ورافضين للهجرة وشعبويين صاعدين، كثير من المشاكل داخل أوروبا سواء إيطاليا سواء اليونان سواء ألمانيا سواء إنجلترا سواء فرنسا، الجميع بيعاني من قضية الهجرة، وربما في مرمى النيران هذه القضية المشيرة الألمانية إنجلا ميركل، لكن بينظر إلى مصر أنها حائط صد حقيقي ونزيه وشريف.